Cette vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. ما بين الحوايج اللي عشت في حياتي وكانوا صعاب عليا هي النهار اللي مشيت درت واحد لو ستاج ديال السكات 10 ايام. ما كانش كيسحب ليا نهائيا بما كان داكشي غادي يكون اليم جدا، حيت مولفين بالصداع وبالهراج وبالمشاكل والجرى، وكنجري مور الوقت ومور الاهداف ومور الاحلام وما كنساليوش. الصداع على برا، صداع لداخل، لو سامبل فيت اللي لقيت راسي سكات 10 ايام ديال السكات. ملي كنقول لكم سكات ما كتخرج من فمك كلمه واحده. جاني واحد الاحساس بحال شي بومب هيروشيما لداخل، كان صعيب عليا، ولكن من بعد لقيت واحد الراحه خياليه. على اليوم بغيت نقول لك اجي حدايا، خليني معاك واحد غير الفتره قصيره اللي غنساو فيها، غنديروا فيها بوز للمشاكل ديالك، بوز للاهداف ديالك، بوز للخلعه ديالك، بوز بوتيت الارهاق اللي كيجيك بقوه ما كتجري مور الدنيا. وجست خليك معايا ان مومون، نتلذوا بهذه اللحظه هذه اللي هي لو مومون بريزون. علاش؟ حيت الدنيا كتجري وحنا كنجريو معاها، وما كنلقاو راسنا في اخر المطاف ما استفدناش ما عشناش. على اليوم بغيتك تدوق معايا لو بوفوار ديال لو مومون بريزون، السكينه اللي كيجيب لك، الراحه اللي كيجيب لك، الطمانينه اللي كيجيب لك. على قبل ما تمشي وترجع لمشاكلك، وعدني ساعه ساعه تاخد شي وقيت ليك باش تنط فيه لو كالم ديالك انتيريور، لعل وعسى تستافد من لو مومون بريزون. C'était Nahid Rached, celle qui est là pour libérer ton potentiel et te faire avancer vers la vie de tes rêves. هذا هو، الله يحفظكم.